سؤال سوف نبدا به وموجه لسيمو لايف ومحمود. أه، هو سؤال بسيط. إذا كان بإمكانكم الرجوع إلى الوراء وتغيير حاجة واحدة في ماضيكم، يعني ما هي الحاجة التي سوف تغيرونها؟ باشا والله أنت <applause> الأول. تيست. <applause> ما ينفعش أتكلم أنت هنا <applause> لا والله أنت الكبير تتكلم الأول. <تصفيق> <تصفيق> ما ينفعش أنت الأول. <applause> أنت الأول. يلا. <يلزل. تصفيق> لا لا انت الاول طيب هو بس عايز يخلينا ناخد الرهبه بتاع الاستيدج في الاول يعني لا والله طب يلا <applause> <الكلام. تصفيق> الناس لا لا انت انت اكبر مني انت اكبر مني انت اللي <applause> صراحه النقطه الوحيده اللي انا شايف لو رجع بينا الزمن انا محتاج ان انا اغيرها اللي انا بقعد افكر في الحاجه كتير قوي قبل ما انفذها يعني اوقات ببقى الايديا اوكي شايني قدامي ومنطقيه ان انا ابدا انفذها بعض افكر طب ليه لا ليه ما غيرش فيها تاني طب ما ممكن تتعمل بالطريقة الفلانية ممكن تتعمل بطريقة تانية افضل ممكن تتعمل بالوي الفلانية فده اخرني كتير قوي عن opportunities كانت قدامي وكانت سهلة قوي بالنسبة لي إن انا اشتغل فيها فده كانت مشكلة الصراحة قابلتني زمان يعني بس ما اعتقدش ان هي لي موجودة دلوقتي لان الايديا موجودة يلا نفذها وترسى زي ما ترسى يعني يعني سايس قول less procrastination more execution مش فاهم زعما ما فيش ما تاجلش لا لا تمام تمام لا تترك عمل اليوم اللي غدا صراحه اوكي محمد طيب هو في في البدايه كانوا بزاف ديال المشاكل فهمتي ديال الشكوك يعني هي قضيه كما كنقول ديما قضيه ديال ممكن ممكن عربي اللغه العربيه ساحاول ان اتكلم اللغه العربيه الفصحى رغم ان اعرف ان المستوى لغتي العربيه ليس جيدا ولكن ساحاول في البدايه يعني دائما كما اتكلم هناك مشكل المايند سيت عقليه يعني طريقه التفكير كانت هناك شكوك كثيره يعني هل هل ساحقق ما اريد هل كان كان كان, كان اكثر الوقت اضيعه في سؤال هل وحقيقه لو الوقت كنت كنت استثمرته في في الشغل والتفكير في الشغل اكثر من هل كنت احقق اكثر اللي ده ده هذا يعني الذي اقوم به في هذا الوقت يعني كل وقتي انا مركز على الهدف اللي الذي اللي اريد ان اصل اليه وكيف ساصل اليه ليس مركز مع نفسي هل اتبعها جمله فيها شك يعني هل حقيقه ساقدر ان اصل هل و و من غير من غير يعني من غير تنفيذ اسئله ووقف في مكان وكان في البدايه اخذ هذا اخذ وقت طويل واتمنى ان اللغه العربيه تكون في خمسة على عشرة مزيان صح <applause> شكرا سيمو لايف السؤال الموالي وموجه لحسام ساوي وسيمو لايف كمان أه بصفتكم دونك رواد وليدرز في مجالاتكم مجالاتكم أه انا متاكد ان لكم هيترز ما, ما, ما الذين يدعون باعداء النجاح أه كيف تتغلبون على هؤلاء الاشخاص السلام عليكم. بالنسبة للهيترز مثل ما قلت نتايا انا في الاول في بداياتي في المجال كانوا يظهروا لي صح هيترز و وناس يحقدوا عليك وممكن يغيروا عليك ممكن ما يبغوكش توصل للنجاح اللي انت وصلت له كنت انه نتفاعل معاهم حقيقة كنت فاهم سواء في الجروب الخاص بي سواء في الاتصالات وصروا لي بزاف حدثوا لي بزاف مشاكل انه حاولوا انهم يفسدوا السمعه تاعي ولا الاسم تاعي ولكن بعد ما تحدثت مع اخي محمد بعابيد كان نصحني بزاف حاجات انه اي هاف اي هاف نو اي دونت هاف تو كير على هاد الناس اللي يكونوا عندهم سواء بغض او حسد او اي احساس تجاه النجاح ولا الانسان الناجح نفس الشيء يعني في في البدايه كان كنت دائما يعني ارد على اي شخص يعني يكون حاقد عليك فيكون تجاوب ويعني بيكون مضيعه للوقت وانرجي وهذا التصرف الطبيعي لانك كبرت في محيط لم يكن والدك السياسي يعني دبلوماسي يفهم الجواب الدبلوماسي فيعلمك يعني كيف ترد على الم... فانت كبرت في عائله عاجيه آه المايند سيت آه عادية طبيعية يعني انه شخص سبك او شتمك او كتب عليك اي كلام فتقوم بالرد رسلك برسائل يعني سلبية تقوم بالرد فمع مرور الوقت ومع مرور السنين يكون التقبل مع الوقت كلما كلما مر وقت يعني فشخص ممكن ان تستفزه بكلمة اليوم ولكن ان قلت له غدا ستستفزه اقل بعد غد فمع الوقت يبدا في التعود عليها بس وفي في شيء مهم هو الاشخاص الذي تعاشر فبعدها يعني لم يعد المؤثر هم الناس الذين كانوا بجانبي كوالدي ولانهم ليسوا اشخاص يفهمون في هذه الامور فهناك ناس اجلس مع تتعرض للهيترز الحاقدين اكثر مني ف. اهم شيء التوجيهات ف... ف... فالحاقدين عموما في هذه المرحله قبل كانوا كانوا يعني يؤثرون على على سلوكك يؤثرون على مشاعرك يؤثرون على كل شيء مع الوقت يعني فانت ف... فانت عارف ما تريد عارف ما تريد الوصول اليه بالعكس سيصير شيء ستستفيد منه لانه لن لن تصير شيئا كبيرا اذ لم يكن عندك الحاقدين، واحسن جمله اسمعها سمعتها من شخص في 2017 كانت من شخص امريكي اسمه جراند كاردون قال يو نيد تو كرييت هيترز، يعني لم يكن لديك حاقدين يجب ان تصنع بعض الحاقدين، وحقيقه كل ما وصلت اليه اليوم وبكل صراحه 90% هو وراءه حاقدين، لاني انا اهدافي عموما كانت صغيره فلم تكن اهداف كبيره فتجد شخص يستفزك فتقول لا ساصل ان شاء الله فتشتغل على هدف اكبر فيستفزك فانا اللي اقدر ساقدر ان انصح به يعني استخدم الانرجي لا لا تقف في مكانك استخدم الأنرجي اللي بيدوك الهيترز اللي الذي الهيترز لما ينتقدوك خذها كتحدي واكمل حتى تثبت لهم بس انت ما تبقى مركز معهم ما يعني لا لا تترك نفسك مركزا معهم ركز في شغلك واستخدم الانرجي اللي بيدوك طيب شكرا <applause> آه السؤال هو موجه لمحمود ويوسف نبدأ بيوسف آه بصفتك رجل اعمال آه انا متاكد ان لك العديد من الفرص والعديد من الافكار يعني بتفكر تعملها سو so, آه كيف تظل مركز على على your, your actual your current job? يعني وما تغرش بقوه الافكار يا محمد تبدا سؤال <applause> <applause> <لا> <applause> سؤال ممتاز لانه الواحد اذا بده يتقن شيء بده يكون مركز فيها 100% بالمية الهدف الاساسي او الشيء اللي لازم انت تسويه اهم شيء انه كل شغله او كل بروجكت بدك تسويه بدك يكون انت فاهم شو الاهداف منه وبدك تكون عارف لوين بدك توصل فيه وبتكون <applause> حاطط التايم لاين تبعك يعني اي شيء لازم تكون رابطه مثلا عندك بروجكت لازم يخلص ب 30 الشهر يفضل انك ما تدخلش شيء ثاني قبل ما تخلص البروجكت هذا الا اذا بتكون انك كيبل انك انه حدا يجي يساعدك او انك تقدر انك تركز على اكم من واحد بس بطبيعه الحال اذا شيء بدك اياه ينجح بدك تعطيه فرصته بدك تعطيه كل حقه وبعدين انك تقدر تنتقل لاشياء ثانيه، بشوف هذا الاشياء كثير عندنا بالابس لما نسوي بنكون بنشتغل على تطبيق معين ما بقدر ادخل بتطبيق ثاني مع انه في يعني امكانيات برمجيه وهيك بس بحب انه اعطي كل شيء حقه قبل ما انه ادخل بشيء ثاني لانه سبحان الله بالطبيعه او الفطره تاعت الانسان لما يكون شغال على شيء جديد بصير يحبه اكثر من الشيء القديم يعني مرات بتقول لا 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 بديش بديش بس هيك بالفطرة يعني بتشتغل اي شيء جديد بتكون معشوق عليه مرات انك تنسى الشيء القديم فيفضل انك تكون مخلصه وبيرفكت يكون بعدين تنتقل لشيء شيء جديد وبالضبط هيك كمان بالاعمال يعني بدك تكون عارف كل شيء وين بدك توصل فيه والوقت تبعك الموجود فيه اوكي شكرا وانا كثير مبسوط اني معاكم كنت معكم هذيك السنه وإن شاء الله هاي السنه معكم ان شاء الله كل السنين الجايين معكم يعني دائما بنفسي بس اشوفكم ما شاء الله انتم بزتوا بس هالمره. <applause> <applause> بسلام اخوتي. نفس السؤال موجه لمحمود. <applause> والله الموضوع كله بي... بيندرج تحت جمله اسمها اوبورتيونتي كوست يعني في الاخير الفرص موجوده النهارده وموجوده بكره وهتفضل موجوده يعني. زمان كان ادسنس ادسنس بيموت فهنعمل ايه؟ في نفس اللحظه الادسنس إيه زي لما كانت الناس بتقول ان ادسنس خلاص بيموت كان في افليت الافليت عصره انتهى ففي تي سبرنج آه طب بعد تي سبرنج انتهى ففي الموبيل اب والريسكن وكل التفاصيل دي آه لا خلاص انتهى فدخلنا في الاي كوميرس والدروب شيبنج انتهى دلوقتي لو هينتهي فداخلين في الكريبتو كرنسي و... so فالفرص موجوده كل يوم انا عملتها بالطريقه الاصعب او انا اتعلمتها بالطريقه الاصعب ان انا كان كل فرصه بتيجي قدامي بشتغل فيها الصراحه وكان عندنا مثال في مصر يعني زي الحلزونه كده اشتغل النهارده في الـ في الادسنس مثلا ست شهور ما فيش ريزلتس اوكي هي المشكله في الادسنس اروح اشتغل في حاجه تانية نفس الكلام قعدت تقريبا سنه ونص او سنتين ما فيش ريزلتس يعني طب تعالى جرب حاجه تانية ما عندي اي بديل تاني الا المجال الافيليت اشتغلت فيه لقيت ان في نتائج لما بركز بس على حاجه واحده آه وبحاول انا الجمله الثانية اللي هي بدومينيت يعني انا آه متخصص افيليت فوجهه نظري او طموحي في العالم العربي انا عايز اكون افضل واحد في مجال الافيليت ده بمنتهى البساطه ومنتهى الوضوح مش عايز يكون يوسف افضل مني حاجه ما تعبوش ولا حاجه تعبني بس يعني ده انا ف في في المجال الافيليت حتى لو المجال صغير بس لما هيتقال افيليت محمود فتحي يعني ده وجهه نظري انا يعني والفرص الثانيه هي ما هو انت هتروح ليه فرصه ثانيه عشان فيها انكم عشان فيها ريفينيو طب ما هو اللي انا بعمله بيجيب لي ريفينيو برضه فايه الفرق هنا دولار وهنا دولار والاثنين شبه بعض يعني الدولار هنا هو هو الدولار هنا يعني بس ممكن يكون الفرصه الثانيه امتى بتروح لفرصه ثانيه وده اللي انا اكتشفته متاخر برضه انك بتوصل لبعد سنه او اثنين او ثلاثه زي الاستديو اللي انا فيها دلوقتي انا في الافيليت بقالي اربع سنين او خمس سنين من 2000 مش فاكر والله بقالي فتره يعني انا قديم شويه بتيجي بعد مرحله ذا نكست خلاص يعني انا فاهم انا بعمل ايه وبعمل ايه والموضوع بيبدا يتحول لروتين مش الروتين الهيلسي لا لا بيتحول لروتين اللي هو زهقت عايز اجرب حاجه جديده فهنا بتلاقي فيه اوبورتيونت، كانت تفكيري ساعتها اوبورتيونيتي في مجال تاني خالص. اسيب بقى الافيليت واروح مجال تاني اسمه الاي كوميرس e او الاي كوميرس. E اكتشفت بعد كده لا جوه مجال الافيليت في اوبورتيونيتيز تانيه. فانا ليه انا فاهم في مجال عندي خبرات فيه 80% اسيبه واروح مجال تاني خالص عشان لقيت سيمو في مجال الـ كمثال مثلا الدروب شيبنج متالق يعني اتس جود فور هيم نوت جود فور مي يعني. فلقيت جوه الافلييتس في اوبورتونيز تانيه او فرص تانيه كتير انا اقدر ان انا اشتغل عليها وكملنا عليها وبدات تجيب نتائج في الحاجات اللي فشلت الحاجات اللي نجحت فباختصار في الموضوع يعني عشان اختصر فيها الفرص موجوده كل يوم اللي هيقول لك ان ان الفرص لا تاتي الا مره يعني اللي هي الامثله دي ولا مره واحده في العمر الكلام ده مش حقيقي بواقع اللي احنا عشناه الفرص موجوده كل يوم هي الفكرة إنك بس تختار حاجة واحدة وتركز عليها وتبدأ تشتغل عليها. وكون إن في ناس كتيرة ناجحة في المجال اللي هو ده اللي أنت عاوزه، بروف أوف كونسبت. فكرة إن واحد عملها أنا أقدر أعملها وهعملها أحسن منه. أو بلاش أقارن ونطلع نفسنا من المقارنة لأن يعني الفكرة مش مقارنة، الفكرة اللي أنا لقيت نفسي في الحاجة دي وخلاص وانتهى الموضوع على كده. فمش كل فرصة تيجي قدامنا يلا نعملها. النهاردة هنسمع محمد هيتكلم عن دروب شيبينج أنا هتكلم عن الأفيليت حسام هيتكلم عن كمثال مثلا أدسنس يوسف هيتكلم عن فاي أبس مثلا أنا يعني أنا بقول أمثلة وكل واحد هيحط ريزلتس إن قلنا ريزلتس هنا 100000 هنا 200 هنا 100 هنا 200 فكل واحد فينا يقول خلاص أنا هرجع عن النهاردة يوم السبت هشتغل إي e كوميرس يوم الأحد هشتغل أفيليت يوم الاثنين هرجع أشتغل إي كوميرس يوم الثلاث هشتغل أفيليت صراحة النتيجة واضحة يعني ولا هتاخد هنا ولا هنا ولا هنا فقدام ربنا يكرم يبقى عندك تيم يبقى عندك باور يبقى عندك مايند سيت وده اهم حاجه في الموضوع كله وعقلك بيكبر مش جسمك اللي بيكبر ساعتها انا عندي بيزنس شغال راننج بيزنس واي نوت اللي انا اخد جزء 10% من الانكم بتاعي هنا واحطه هناك بس في ستيدج انت اصلا كل اللي في جيبك 50 200 300 درهم ما اعتقدش انك تقوم عامل تايتل على لينكد ان انا انتربرونير وسي او يعني يعني فالايديا يو نيد تو ليت جو يعني سيب الفرص كل الفرص اللي هتتقال عديها ما تشغلش بالك بيها ركز في حاجه واحده اعتقد ده وجهه نظري يعني ممتاز شكرا السؤال موجه مره اخرى لسيمو لايف بصفتك مقاول رجل اعمال صاحب مشاريع كثيره لازم انك تواجه عراقل ومشاكل يعني ما هو ما هو المايند سيت الذي تتخذه لحل هذه المشاكل؟ مشاريع كثيره مشاريع المهم على والله لا احب الالقاب عموما مشاريع كثيره رجل اعمال رجل كذا ناجح بالمناسبه لحد اليوم لا ارى نفسي شخص ناجح فالطموح لا زال قائما واشتغل كل يوم المايند سيت الذي ارى انه ان اتبناه الذي يجب اي شخص ان يتبناه هو اهم شيء لازم تعرف ان اي هدف لازم ان تشتغل عليه لكي تصل اليه، وهذا لم لم في البدايه لم يكن في 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 ثقافتي على ما تربيت عليه، فكان يعني مساله ممكن ممكن ان, أن تصل لهدف بمجرد الحظ، بمجرد النيه أن او خصوصا مساله الحظ لم يكن هناك لا بلو برنت ولا طريقه ولا اي شيء لكي اصل للهدف. بالعكس فاي هدف يعني نريد ان نصل له بالمايند سيت الجديده يعني فلازم ان يكون هناك بلان، بلان هو الاول، وبعد البلان بلان يعني الطريقه الطريق التي سنقوم بها للوصول للهدف. نريد مثلا نقصان الوزن فلازم ان تغير اكلك، لازم ان تذهب الجيم تريد ان تشتغل في على تريد ان تتميز في فيسبوك فمثلا ساصنع حمله ب 20 دولار. في اليوم في, في 30 يوم القادمه يعني لازم ان يكون بلان وبعدها الاكزكيوشن بلان وبعد ان تدخل على الاكزكيوشن بلان فاكيد سيكون هناك مشاكل او ستكون هناك نتائج كانت هناك نتائج فشيء جيد يعني ستاخذه وستحاول تطويره اكثر كان هناك مشاكل يعني ستبحث عن حل المشكل وعموما ففي الماضي يعني في البدايه فالمايند سيت التي كانت هي ان واجهك مشكل ف احسن شيء حل كان ساعته هو أن اترك وغير المجال ولكن فعموما المشاكل ستتواجد كل يوم وكل فتره وتظهر حتى لو كنت في مستوى متقدم ولا اريدك ان تفكر ان الناس مثلا ايلون ماسك ايلون ماسك تواجه مشاكل يوميا حتى الشخصيات بيل جيتس تواجه مشاكل يوميا محمود فتحي تواجه مشاكل يوميا الفرق يعني الذي يكون هو انه شخص يبحث عن حل المشكل وهناك شخص بي جيف اب يعني مع العربي ما مع يستسلمون يعني ويتركون الفرصه والذي الذي سيميزك عن الاخرين هو دونت give up، يعني لا تستسلم واكمل اوكي شكرا معلش انا اسف يوسف في انا بس عشان افهم النقطه دي لان فعلا بتقابلني هل انا عندي مشاكل كتير فكره اللي انا ابعد عنها خالص واركز على اللي انا بعمله ولا اقف اواجه كل مشكله واحلها يعني هنا ولا هنا هل عندي خلاف مع سيمو لايف اوكي دي مشكله في نفس الوقت انا عندي البيزنس بتاعي اركز اقعد واحل مع سيمو لايف ولا خلاص اليمنت او انسى خالص المشكله دي واركز في الحاجه الاساسيه يعني. ال 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 سيمو يعني انت ايه في حياتك فانا شايف البزنس بتاعك احسن ركز في البزنس بتاعك وحل لي مشاكل البزنس بتاعك احسن لك من سيمو انا لا لا بتكلم بصراحه والله لانه لانه ممكن شخص يعكسها على فلما بدات اشتغل في الانترنت اصدقائي قالوا لي انهم لم تعد تجلس معنا وتعطينا وقت فزعلوا مني فهل سارضي اصدقائي ام سارضي نفسي و انا انا ارى انه يعني الذي فيه الذي فيه مصلحة مصلحة شخصية دون ضرر للمصلحة العامة. فأنت ما ضررتش. أنت لم تضر بصحابك بأصحابك لما تركتهم. فهنا يعني فمصلحة شخصية ما في مصلحة شخصية دون الضرر بالمصلحة العامة. فأنت نعم استفدت فهي مصلحة شخصية فليست أنانية ما دام ليس فيها ضرر لأصحابك وللبقية. والله أتمنى اللغة العربية تكون في المستقبل. <applause> السؤال الموالي موجه لمحمود محمود لا ثاني ثاني يعني بالراحة شوية ادغي ادغي شوية شوية, شوية. شوية. اه اوكي خذ مهلة زمنية لا 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 يعني اتكلم عربي اوكي السؤال التالي موجه لمحمود اه <تصفيق> 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 ما هي أهمية الاستعانة بمدرب شخصي او بمستشار يسمى بالمنتور والكوتش هل وهل انت بنفسك تستعين باحد هذه الاشخاص والله السؤال صعب لان انا واحد معتد بنفسه قوي ومش بحب اسمع مقتنع بفكره معينه هنفذها ايا كانت العواقب وايا كان مين بيقول لي لا غلط اول ما عملنا عرب افليت صمت كل الناس بتشتم كل الناس بتهاجم بس سبحان الله يعني ربنا بعت لنا واحد زي محمد يقف في ظهرنا ساعتها وسافر كان في تايلاند وجه مصر ووقف جنبنا بعد كده السنه اللي بعدها حسام نعم يعني مطلق، يعني اسماء كتير فساعتها في وقتها الكل ضدك بيبقى انت بتعمل ايه وبتسوي ايه غيره فانا انا من من الشخصيات اللي هو لا الايديا في دماغي هنفذها بغض النظر عن عواقب يعني اصل ايه اللي هيحصل اكتر من اللي احنا بنشوفه يعني بس بعد سنه في اثنين في ثلاثه لقيت ان انا وده حصل لما بقى في شركه انا مسؤول عنها او واحد من المسؤولين عنها بقى فيها التيم بتاعها فوق ال انا وهم يمكن موجودين وسامعين انا باجي في اخر اليوم وطهل يعني انا مش عارف امانج الدنيا الصراحه الدنيا كبيره تفاصيل كتير قوي كل واحد بمشاكله كل كل يعني بقى حياتك انك تصحى الصبح رايح الشغل عشان في مشاكل هتقابلني هنقعد نحلها يعني هو ده اللي انت بتعمله انا ديلي انا رايح احل بيج بروبلمز موجوده تتحل ان جود واي تتحل مره بعصبيه مره بسيستم يعني اللي هيقول لك اللي انا عندي خطه وبلان بمشي عليها وانتو 2 3 ترابل شوتنج كده ده يعني مش انا يعني هي بتيجي كده اجتهادا فده كان منطقي جدا زمان لما كنا خمسه سته والبزنس صغير وعلى القد فكان منطقي قوي ان ده بيتم. كبر البزنس بقى فيه يعني بزنس رايح جاي وتفاصيل كتير قوي فيه لقيت ان انا ب... باللي انا اتعلمته في المدرسه والجامعه ما اتعلمناش حاجه يعني. بتكلم على مصر، المغرب اهل علم وتعليم يعني <applause> بتكلم على بلدي يعني. <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر يعني. <applause> ما بقتش عارف اعملها ازاي فكل اللي حصل صديق ليا لا مش صديق ليا حد معايا في التيم نصحني لا انت محتاج منتور يعني هو فانا حبيت الموضوع رحت لواحد اسمه ليكس سيسني ده كان فاوندر لسي جي كوميشن جانكشن هو اللي عمل الشركه وبعد كده باعها وبقى حياته ان هو يبقى منتور للسمول او السي او للشركات السمول اند ميديم بزنس يعني كل الدنيا واحد اثنين ثلاثه عندنا ودي المشاكل اللي بتقابلنا وها الدنيا قال لي طب خلاص اوكي يعني كل المشاكل اللي انت فاكر اللي انت الوحيد في العالم اللي بتقابلها لا كل الناس بتقابلها كل الناس اللي في نفس الاستيج اللي انت فيها وفي نفس المرحله العمريه ومرحله البيزنس كلنا بنقابل نفس المشاكل انت كل اللي انت محتاجه تعرف انك جزء من من مجموعه كبيره كلنا بنعاني من نفس المشاكل اللي شغال في بيزنس تاني انا كنت يعني وصلت الليفل كفايه أفليت كفايه مشاكل أفليت وفرود وميسليدنج ويعني و... بكفي الصراحه، انا مالي ومال الهم ده. فقال لي وعايز اغير الاندستري، قال لي الاندستري اللي هي الأفليت فيها مشاكلها هتروح اندستري ثانيه اسمها اي e كوميرس فيها مشاكلها، هتروح اندستري ثالثه في ال... في الحديد والصلب والبنا والايفنتات فيها مشاكلها، كل اللي انت محتاج تفهمه ان المشاكل دي اوكي تمام بس في طريقه معينه للحل، تعال نرتب دماغك. حل كل المشاكل دي هو ده دماغك انت ولا التيم ولا انت يعني الناس اه هو الموضوع كبير بالنسبه لي الصراحه ال الناس اللي شغاله معاك ما عندهاش مشكله في اي اي ان كانت الوي بتاعتك هي قصه اه انت بس تكون مقتنع ان اللي انت بتعمله ده صح فهم لو انت مقتنع ومصدق نفسك هم كمان هيصدقوك فهو كل اللي عمله ان هو فتح لي دماغي ما فيش ورقه وقلم ما فيش كتاب بنمشي عليه هو كل اللي بيعمله بيفتح دماغك او فتح لي دماغي عرفني قدراتي ايه اللي انا اقدر اوصل له وفهمني ان كل المشاكل اللي انا باخدها ما هياش يونيك او مشاكل خاصه بيا انا ده العالم كله بيعيش بنفس المشاكل دي بس ما فيش حد بيحكي وما حدش اصلا ان ما فيش كوميونتي اصلا كلنا نقعد نتكلم فيه الا لما بعد سنه اكون في بلد وحسام في بلد نتقابل نقعد نص ساعه او ساعه مع بعض هو يحكي على اللي هو بي بيقابله وانا بحكي عن اللي انا بتقابله نكتشف في النهايه ان هي نفس المشاكل بس هو شغال في اندستري وانا شغال في اندستري ثانيه فيمكن دي ميزه المنتور اللي انت عندك حد عاش المشاكل دي واحتك بناس ثانيه كتير عاشت نفس المشاكل فبقى عنده تصور معين ازاي يساعدك انك تتحرك من مكان لمكان وصراحه ساعدني ساعدني كتير جدا حطينا شغل للشركه بقى في تصور واضح بقى في في شركه وفي كيان محترم موجود ما بقاش الاثنين ثلاثه اشتغلوا وكبرت ووسعت عشان في ريفينيو لا بقى في بزنس اي بيليف ان هو بزنس محترم بس ساعتها تبقى مقتنع من جواك يعني عشان احكي لكم قد ايه الموضوع مهم 12 ساعه الساعه واحده في الاسبوع 45000 دولار ده الكوست بتاعته ساعة واحدة سكايب كول لو انا اتأخرت ربع ساعة اوكي يتبقى ليا ساعة ربع لو اتأخرت نص ساعة اوكي شكرا ثانك سا. يو انا مش فاضيلك انت ما عندكش الكوميتمنت اللي انا اكون المنتور بتاعك فمش اللي هو المدرس اللي احنا اتعودنا عليه المدرس الخصوصي اللي انا بجيبه البيت ممكن يقعد ساعة وبعد كده انا بدخله له وادخل له بال شبشب متعرف عليه هنا صح؟ صندرة اه ف أجين فكرة منتور أو, <applause> او او كوتش <لعبة> او لايف كوتش او غيره لا احنا فعليا في المجتمع العربي اللي احنا عايشين فيه احنا عايزين لايف عايزين كوتش ومنتور في كل مجال في الحياه حقيقة دي مش رفاهيه والله العظيم ما رفاهيه انك تروح تقعد حتى في بيتك او مع زوجتك او غيره انا عندي منتور وبدفع له كذا هتبص لك كده من فوق لتحت بدينا انا وانا اكون المنتور بتاعك يعني انت عايز يعني بتاع. بس فعليا خبرات سنينه وعنده 20 30 سنه ال ال الخبرات دي بتساوي فلوس وهتضيف لك ومش بيحسبوها بال يعني ب 40 ساعه انت ازاي تقول لي 40 50 الف دولار في 10 ساعات اونلاين يعني ايه ده وانا كنت لسه افلييت بتفكيري فاللي هو ليه انت هتعمل ايه يعني هتخترع ايه يعني هتقول لي ايه يعني بعد نهايه السيشنز دي هبقى مالتي مليونير يعني ولا اي حاجه كل حصل هو ده فانت تبقى فكر في الموضوع في بلاتفورمز كتيره تقدر تدخل عليها وتدور على منتورز انسى ال 40 وال يعني مش كل ما الرقم زاد معناه الكواليتي زادت بس اتليست انت محتاج حد يساعدك ممكن المنتور ده يكون صاحبك بس اي دو ان ده ما بينفعش انا وهو في نفس ال نفس الستيج ونفس المشاكل ونفس كل حاجه مش هيقدر ينصحني عندنا ملد يعني مثال في مصر هيحط همه على همي ويعني يعني حط مش يعني انت عايز حد اعلى منك وفعليا تفوله هم او تفوله هير يعني فلا الموضوع مهم فرق معايا انا شخصيا وما زلت كمان بدور على منتورز في مجالات تانية وفي نفس المجال اللي انا فيه لان صراحه احنا ما اتعلمناش يعني في مصر يعني عشان بس اوكي شكرا سؤال سليم موجه لحسام في حد من مصر هنا؟ لا من الحكومه يعني ما. <تصفيق> <تصفيق> هناك نقطه مهمه قالها فتحي واريد يعني ان اسطر عليها قال كل يوم كل يوم كان يصحى يعني يصحى من النوم يعرف انه ذاهب للشركه لكي يحل المشاكل وكثير من الناس يعني يتهرب من المشاكل والله الجملة دي عجبتني لأنها نفس اليوم فأول ما بصحى خمسة الصبح أول شيء أقول عندي مشاكل كذا كذا لازم أروح أحلها وفي مشاكل جديدة هتيجي لازم ألاقي لها حل فالشغل بتاعي هو حل المشاكل وعكس في ناس كتير بيقول لك لا أنا أريد أن أهرب من المشاكل فشايف إنه نقطة مهمة ترتاح نفس الشعور عندي كل يوم أصحى من النوم في مشاكل لازم أروح أحلها وفي مشاكل جديدة هتيجي أنا شغلي إني أحل المشاكل وبتدفع لي الفلوس اللي بت... الفلوس التي اخذ يعني المال الذي اخذ هو مقابل كم من المشاكل التي ساقدر ان احل وتعقيد المشاكل التي ساقدر ان احل اكزاكت شكرا سيمو على هذا التدخل حسام آه... الان سوف نتكلم عن تيكن ريسكس بصفتك مقاول يعني كم تحب المجازفه ممكن تعطينا مثال؟ بالطبع مجازفة اي ام ريسك تيكر انا ناخذ مجازفه بزاف ولكن مجازفه خاص تكون عقلانيه يعني ببلان من قبل تكون هاف بلين مثال على مجازفه كانت في بدايتي في الاربيتراج اللي هو انه لقيت حملات كانت ناجحه معايا والار واي كان كبير بزاف ولكن خاطرت بكامل الاموال اللي كانت عندي سواء راس المال سواء السيفين كل شيء و وصلت لمرحلة أنه هذوك الأموال خلاص صرفتهم كامل. طيب لا 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 أي. أه وصلت لمرحلة أنه صرفت هذيك الأموال أه. فور إكزامبل أه. 40,000 ولا 50,000 دولار وجاتني واحد الفكرة أنه نستعين بمستثمرين سواء أجانب وكانوا المستثمرين هذو شخصين من إيرلندا وكانت مخاطره كبيره انهم استثمروا اموالهم معايا اعطيت لهم البلاين وشنو هو ادسنس اربيتراج شحال تكون ممكن ارباح الفائده تاعهم من دون ربا كانوا استثمروا معايا هذيك ما كانش عندي اي باك اب انه نرجع لهم كون يتغلق ادسنس والحساب الحساب تاعي ما كانش عندي بلان حتى نرجع لهم هذاك المبلغ اللي هو كان 6 فيجرز كانوا استثمروا معايا تقريبا 100 الف دولار وكنت ما نعسش ما نرقدش هذاك الشهر اللي صرفنا فيه هذاك المبلغ كامل كنت ما نرقدش حتى النهار تخلصنا في ادسنس كان الربح الحمد لله تقريبا 80% رجعنا الفلوس وربحنا من هذوك الفلوس 80% وتخلصوا وواحد منهم كان شرا منزل في ايرلندا سؤال الموالي موجه ليوسف. يوسف بصفتك مانجر اوف يور تيم كيفاش كتختار تاسكس ذات يو جيف تو يور تيم عشان تركز على البيجر بيكتشر في عندي خليني ابدا في عندي انستغرام اكونت في كثير من الدراري هون فولوينغ مي بالشهر الاخير اكثرهم بيعرفوا انه انا كنت يعني تقريبا شهر برا البيت يعني في مرات بيجوا بيبعثوا لي انت وقفت شغل فبجاوب انا يعني فالجواب على كل الاسئله هاي انه اي شيء ناجح بيكون بيكون لازم في وراه تيم ممتاز يعني انا وانا مسافر في عندي التيم اللي وراي اللي بيسال عن كل الامور هاي وبتابع الامور هاي يا اما ما كنتش بقدر اسافر وما كنتش بقدر اكون هون خصوصا بعد انه شهر كامل بالسفر إيه الرد على الجواب تبعك انه لازم تكون كثير ذكي و و يعني بريسايز كيف بدك تنقي انت ال يعني يعني انك كيف تحدد التيم تبعك فهمت كيف؟ بتاخذ وقتك كثير ضروري انك تحط الرجل المناسب او الامراه المناسبه في المكان المناسب لانه بالاخر انت بتعرف انه البزنس تبعك انت اكثر واحد راح يكون قلبك محروق عليه يعني بتذكر انا بشركتي الابر إيه م... كنت انا مسؤول عن بادجتس بس هذه حكيت انا هذيك السنه كمان اخر الشهر أخ يعني اكون فاتح كامبينز كامبينز وبادجت كثير قلت يوم يومين ايش بعد ثلاث ايام اقول هو شو هذا كثير تكون صار في الكامبين سكر ابلش اسكر هلا القصه هي ما بتصير لما يكون البزنس لإلك يعني لانه بالاخر المصاري طالعين من جيبك انت بدك تكون كثير مهتم بالموضوع فلذلك بدك انه تكون عارف مين بدك تحط بهذه التاسك خصوصا انه التاسك في منهم شويه كريتيكال انه في منهم في لازم يحافظوا على البادجت المعين لازم يحافظوا على السي بي اي معين لازم تكون كل الاليه ماشيه زي ما لازم وزي ما انت تكون موجود هلا من تجربه شخصيه لما اسيب انا يعني على سبيل المثال هلا بفتره سفر كل فتره السفر اللي مرت علي بضلوا الرثم ماشي بس بتحس انه في شوية يعني بضلوا انه لازم تكون انت على الموضوع يعني من تجربة شخصية مع انه ما شاء الله يعني التيم عندي تبعي ممتاز جدا بس بالاخر لازم يكون الواحد اللي ليش هذا مش ماشي طب ايش صار بهون وانا و و وظيفتي يعني بالتيم انه انا دائما بتجيني الريبورتس اذا ما اجت كل يوم بتيجي كل ثلاث ايام وبشوف ايش بصير قاعد واكثرها شغل الجراف يعني ايش ليش الجرافيك نزل؟ شو السبب؟ خلينا نرجع نشوف هيك. فإذا اذا بدك توصل لمرحله انك تسوي سكيل عالي لازم انك تبدا من الصفر بتيم ممتاز. تيم ممتاز ممكن يبدا باول شيء انك بدك كاستمر سبورت ممتاز. ممكن هذا اول شيء كان انا بحتاجه انه بدي واحد كاستمر سبورت لانه ما بدي انه اقعد ارد والله على الايميلز، خصوصا انه الايميلز كله نيجاتيف هذا. وير از ماي اوردر بدي ريفوند بدي كله، بديش شو اسمع هاي الامور انا فكان انه لازم اعزل حالي عن الكاستمر سبورت وهذا يمكن بت... اذا بتذكر مزبوط كان اول ممبر بالتيم تبعي انه كاستمر سبورت جاي دخل بلش انه يسوي السبورت هي كانت وحده ما بديش احكي جاي فاخذت السبورت وبدينا نبدا السبورت هلا هل في مرات هذا على فكره السؤال كثير ممتاز لانه في مرات بيجوا بيسالوني كيف بدنا نسوي تيم؟ بقول لهم طيب قد انتم بتسووا يعني بقول لي لا لا ولا شيء طب طب كيف ليش بدك تيم والله؟ بدك كل شيء بنبنى شوي شوي كله بتحط حجر فوق حجر فوق حجر بصير عندك قصر مش هيك مره واحده بدك تيم انت انا احتجت لكاستمر سبورت رحت جبت كاستمر سبورت هلا لما شفت انه الكاستمر سبورت هذا صار عليه كثير دور شغل صار بدي كمان كاستمر سبورت وهيك بكبر الموضوع إيه م... يعني دائما بعدين ال... 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 انت بتثق فيه بالكاستمر سبورت ممكن انه يكون هو ال... ال... الليد على التيم اللي انت بدك تسويه وهيك ببني الموضوع إيه... لكن اي واحد فيكم بده تيم ومش تيم انه والله عشان يوسف عنده كاستمر سبورت عشان يوسف عنده واحد مسؤول عن الادز خلينا نسوي بالضبط نفس الشيء نو التيم بنبع عن انت النيد احتياجك انت ايش بتحتاج حاسس انك انت ضعيف بهذا الشيء بدك حدا انه يطالع عليه ساعتها بتجيب واحد جديد ولما بدك تجيب حدا جديد يفضل انك تاخذ وقتك وتسوي الاختبارات اللازمه اللي ما بيعرف شو الريكويرمنتس انه الفريلانسر دوت كوم كلها ريكويرمنتس بتقدر بس تدخل انك تشوف شو غيرك بكتب تمام بتشوف شو غيرك بكتب وبتشوف لانه في ناس كثير يعني شركات من هناك بتاخذ اوت سورسز وبتعرف بالضبط ايش بدها تحط الريكوايرمنتس تاعهم ايش بدهم بالفرد بال اللي بدهم يضموه للشركه والمسؤوليات لانه بده يكون بمرحله ما مسؤوليات خصوصا اذا بدكم واحد يدير لكم الادز يعني في عندي هلا الـ التيم تبعي اللي بيدير هذا الجوب تبعه كثير كريتيكال لانه كله بادجتس كله مصاري هذا بتحكمه فالجواب على هذا السؤال انه تيم وخذ وقتك وانت بتنقي التيم تبعك شكرا جزيلا يوسف بحكم ضيق الوقت سوف نكتفي باخر سؤال الان هذا السؤال موجه للجميع ما هي النصيحه التي يمكن مشاركتها مع الجمهور الكريم انا بدي اركز على شيء واحد واكثر شيء ضروري واللي دائما بحكيه باخر اليوم او كمان يومين رح تطلعوا مخكم رح يكون طنجره الضغط في مليون طبخه براسكم واحد بحكيكم واحد بحكي بصري واحد بحكي يطلعوا هون شوربه براسكم شوربه حريره اللي اللي بدي اياه انه انتم شوفوا ايش انتم بدكم اوكي وركزوا على الشيء هذا يعني زي ما حكى هون محمود اذا انتم بتركزوا على اكم من شيء عشان يوسف هون سوى ارباح عشان شفتوا هذا سوى ارباح عشان شفتوا هذاك سوى ارباح راح تطلعوا من هون ولا تسووا شيء وراح تخبطوا بالحياة وراح ترجعوا تقولوا فيش تجاره الكترونيه مش مزبوط هذا الحكي وبيهمونا فاللي بدي اياه منكم اول شيء انه حطوا الجول تبعكم ايش بدكم انتم تسووا بحياتكم؟ ايش انتم شايفين اقرب عليكم؟ اربيتراج اقرب عليكم؟ اي كوم اقرب عليكم؟ وات اقرب عليكم؟ المهم انه انتم تسووا الشيء اللي كثير ضروري. وبالتوفيق حبايبي. بالطبع نفس الفكرة اللي قالها يوسف انه لازمكم تركزوا على المجال اللي انتم شغالين فيه كيما الصباح كانوا معايا الدراري قالوا لي حنا خدامين في شوبيفاي وبلا حاسكو نروحوا للادسنس لقينا ادسنس مليح وشوبيفاي نصرفوا بزاف وسواء الدراري اللي خدامين ثاني ادسنس بغاو يروحوا لشوبيفاي اذا لقيت شي حاجه خدامه عندك ما خصش ما خصش تفكر الى الى شفنا بار اكزومبل شي اه حد حط لكم سكرين شوت 100 200000 500000 ما خصش تغر نتايا نتا خدام في ادسنس خصك تمشي للشوبيفاي لا خصك تركز مينيموم ست شهور على هذاك الدومين اللي راك فيه نتايا حيت لو ركزتي وتحسنت في هذاك الدومين وفشلت وعاود صلحت الاخطاء تاعك والغلطات اللي درتهم غتوصل لواحد النيفو متطور اللي راه وصل له هذاك الدري اللي راه في شوبيفاي يعني خاصك غير تركز في المجال تاعك هذا هو الفكره النصيحه اللي نعطيها لكم بالنسبه لي ممكن ما تبقاش نصيحه هي يعني ممكن تفهم الغلط العكس تماما منها يعني بس الوظيفه عمرها ما كانت عيب يعني احنا دايماً احنا الناس اللي بنقعد نقول على السوشيال احنا اللي بنكره الوظيفه وبنكره العبوديه والسالري والدخل الثابت لا احنا الناس اللي بتدور على الحريه الماليه وما تكونش عبد عند حد وكل الكلام الجميل ده الكلام ده مش منطقي اطلاقاً يعني من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق يعني لا لا ايه؟ طب علي صوتك يعني ما دمت بتقول لا 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 يعني قول يعني <applause> كلنا موظفين كلنا بنجري على اكل عيشنا بشكل يومي او كل اسبوع او كل شهرين يعني انجح ناس في العالم يعني تيم كوك مثلا سي او ابل ده موظف في ابل صح؟ فيعني جوجل مايكروسوفت يعني كل الناس دي موظفين ففكره الوظيفه انا عارف ان ده ما ينفعش يتقال للكوميونتي بتاعنا بس اللي عايز اقوله ان احنا على مدار السنين اللي فاتت اتباع لينا بيع غلط على السوشيال او اقنعونا على السوشيال ان اي حد شغال في وظيفه سيبها وتعالى اشتغل اونلاين وده سكرين شوت سكرين شوت ب ألف دولار ارباح انا بحققها دي الارباح لا ده ريفينيو الكوست بتاعتك كام وانت كسبان ولا خسران وبغض النظر عن ال ألف اما في واحد في شركه بيكسب ألف فهي القصه مش الرقم نفسه لسه مش الاوبرتونتي اي كوميرس ولا افلييت ولا 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 انا بعمل حاجه اللي انا مبسوط بيها انت بتكسب 1000 حلال عليك وانا 500 انا مبسوط بس ال1000 انت بتشتغل قصادهم 20 ساعه ال 500 انا 10 ساعات انت بتروح تشوف اهلك وبيتك وبتعيش مع اهل بيتك وقت اطول انا ما عنديش بيت ما عنديش اهل ما عنديش اسره فاحنا بس بنشوف الجزء المادي الفلوس، الارقام، الكيس احنا دلوقتي اي حد فينا اي وانا عارف ان ده وما زال ده المايند سيت بتاعتنا. السبيكر اللي هيطلع والكيس والبرزنتيشن بتاعته فيها كيس صادق وفيها ارقام هو ده احلى واحد. ده احسن واحد. اللي طالع يتكلم على المايند سيت وعلى الموتيفيشن ده ده حكي فاضي. ده جاي جاي يضيع وقتنا. بس صدقوني في يوم من الايام انا مش بقول ده عشان حاجه تانية يعني بس هيجي في يوم من الايام تعرفوا ان ان مش كل حاجه ارقام وان الوظيفه مش عيب وانك انك تغلط انا نصيحتي في النهايه خالص اغلط وبوظ وعق واعمل كل حاجه يعني ما كناش نغلط دلوقتي هنغلط امتى يعني فالغلط اوكي ومباح ومتاح وما اقدرش اقول لك لا او لا اغلط عادي جدا انا غلطت وبعمل كوارث وعملت وبعمل وما زلت هعمل وهعمل يعني ده اللي عندي صراحة مداخل صغيرة يعني اللي حكى محمود أنا بتفق كثير معه بختلف كثير مع أشياء الوظيفة أكيد مش عيب بس العيب إنك تضلك محلك العيب إنك ما تكون بدك كمان ما بدك تتطور في ناس بترجع بعد عشرين سنة بتلاقيهم نفس المحل هذا هو العيب بحاله هذا هو إحنا ما بدنا إياه يعني. يعني بالوظيفه لو بتكون بوظيفه اكيد مش عيب بس اطمح لاكبر من هيك اطمح انك تصير بدل المدير تبعك اطمح بعدين تصير فوق المدير تبعك يعني كمان مره العيب انك انت ما تتقدم بالموضوع انا ليه بس بقول كده انا اسف بس على المقاطعه لان آه... انا اسف على المقاطعه بس ليه بقول كده آه... احنا بنطلع نقول الوظيفه وحشه صح والسبيتش بتاعتي بعدها ازاي تبني تيم طب ما التيم دول موظفين عندي فيعني <applause> فهي هي دي انما اللي انت قلته حرفيا هو ده اللي انا كنت اقصده فكرت انا لما قلت امثال قلت تيم كوك ما حد بيذكر بيذكر ابل بيذكر تيم فهو ده يعني مش عيب انك تبقى موظف او فريلانسر او غيره بس تبقى مميز في مجالك يعني اعتقد متفقين كده صح؟ صح يعني على السبيل الشخصي والموظفين يعني انا بالاول بيكونوا موظفين بس في ناس يعني بيعرفوا انه بيبدوا موظفين بعدين بصير في عندهم شيرز بالشركه عندي ف انه انه هيك انا بحس انه لازم الموظف انه ترفعه او يصير انه يح... يحكم مع شيء يعني فهمت كيف؟ ولكن حتى لو موظف يعني لازم تضلك تحلم لازم انك مش بس انك تكون في عندك اراده، كان أه, اشتغل سوي كورسات سوي شيء اشتغل بس العيب انك تضلك بعد 20 سنه والله اجي الاقيك بنفس المكتب، ايه شو بتسوي هون؟ لساتك هون؟ فهذا هو بس اللي كنت انا بدي احكيه سأتكلم اللغة العربية الدارجة المغربية <صفيق> <صفيق> <applause> أه الأخ محمود والأخ يوسف على الوظيفة خليت أنا الوظيفة الوظيفة مش شي حاجة عيب الوظيفة مش حاجة عيب عشان نطرق لك شوية <صفيق> الوظيفة مش شي حاجة عيب خصوصا أن الوظيفة ممكن تستفد منها بزاف سيرتو ما تمشيش لشي وظيفة اللي ما فاتش اكسبيرونس فيها نفس الخدمة كتعاود بزاف ديال الوظائف إلا مشيتي لها فهمتي غادي تستافد بزاف ديال ليكسبيريونس وغادي تستافد شخصيا وغادي تستافد فهمتي حتى يعني تعقلانيا غادي تتعلم بزاف ديال الحوايج وملي تولي عندك الكونتاكت مع الناس في اي شركه في اي حاجه راه تات في حياتك اون جينيرال وبزاف ديال الناس ولاو مؤخرا تيروج داك دي الحلم ديال ما عندك ما دير بالوظيفه الوظيفه خايبه دفع الاستقاله ديالك سير للدار خدام راه غادي الا كنتي كتخدم في الوظيفه 40 ساعه في السيمانه كون متاكد محمود تخدم اكثر من 80 ساعه في السيمانه محمود ملي كنمشي عنده في مصر ما تيلقاش الوقت باش يقعد معايا قلت لهم محمود لما ب... عشان نكون صريحين قلت لهم محمود لما بروح عنده المصر ما فيش وقت عشان نقعد احنا مع بعض ف... فلو كنت بتفتكر انه هتروح يعني للوظيفه تشتغل 40 ساعه كتير وانك هتقعد في بيتكم ولا تعمل لك شغلك الخاص انك تشتغل اقل من 40 ساعه لا ده انتم بتحلم ف... ف اجي تخدم اتخدم اكثر من 80 ساعه يعني اجي تخدم اجي تخدم الطوب دونك اجي تحاول تقلبي على شي وظيفه اللي اللي غادي تاخذ منها واحد الاكسبريونس كبير وراه بيان سور الا كنتي ديك الشركه كتقدم لها واحد الخدمه راه ما يمكنش يستغناو عليك راه غادي يبقى يتزاد السالير ديالك مع الوقيته وراه بيان سور تتبدا كواحد في الشركه من بعد تيم ليدر من بعد راه ماناجر وراه كاع الشركه كامله ستراكتشر ديالها كامله كطلع على حقيقه في الشركه ديال محمود انا عارف الشخص اللي كان عادي من بعد ولا تيم ليدر من بعد ولا ماناجر ومن بعد راه هو المدير ديال الشركه راه فتحي ماشي هو المدير باي ذا واي يعني وتا انا بالمناسبه الشخص اللي كان بدا عندنا عادي اللي ولا تيم ليدر اللي ولا ماناجر اللي ولا من بعد فهمتي بحال قلتي هير النائب ديال المدير ومن بعد صافي دابا راه هو اللي عنده الشركه كامله يعني الا كنتي كتقدم فغيمون للشركه شي حاجه راه ما يمكنش يستغناو عليك ولكن ما تبقاش عندك ديك العقليه ديال الفيكتيم ديال راه ما بغاوش يعطيونا راه حنا كنتقاتلوا ما بغاوش يزيدونا فريمون ولكن شي كتقدم واحد الفالور صعيب يستغناو عليك وشنو اللي نبغي فهمتي يعني اوفر ديليفرا عطيك اكثر من داكشي اللي كيتسناو منك ملي كنتي تعطيك اكثر من داكشي اللي كتسنى منك غدا غادي تخلص داكشي اللي كتستحق غدا غادي السالار ديالك غادي يطلع مثلا بحال الا كنتي كتعطي 200% غدا تولي السالار ديالك 200% شكرا شكرا بزاف وفرحان بالتواجد ديالي معكم هنا شكرا طيب انا بس عايز في حاجه عشان احنا يعني وي عندنا اكثر من سبيتش فانا بس عايز اسال انتم مكملين معانا ولا زهقتوا ولا عايزين تمشوا ولا زي الفل segundo com